اهلا بيك في مصر المحروسه. بقول لك ما عندناش خلاف، ما عندناش فلوس. عاوزه ايه من الفن؟ هل الشهره؟ هل النجاح؟ تحيه شهداء ثورة 25 يناير. أنا أدعو الشعراء جميعا إلى محبة الشعر. فلذلك ففي فرصتي بيضيق عليا فيها فعلا يعني. فتعمل إيه؟ تروح تكتب للتلفزيون. تضيق عليك تعمل ايه؟ تكتب اذاعه، تروح تكتب سينما. فده عمل لي حمايه. والفتره اللي حضرتك ذكرتها قلت انت خرجت فيها وبتاع ده برضو، انت العمل اللي ما بتعملش في البلد دي بتعمله في البلد دي، العمل اللي بتعملش هنا بتعمله كده. يعني انا انتمي الى عملي مش الى الميديا الموجوده او حتى البلد اللي موجود. انا بعمله ويتعمل هنا او يتعمل هنا او يتعمل هنا، هو ده الصح. حضرتك مصري المنشا وعربي الهوى، كيف ترى العالم العربي الان؟ اعتقد انه لو حصل استفتاء على العروبه يعني هكون انا اخر واحد من يصوت لها، حتى لو الناس كلها صوتت ضدها. يعني احنا ابناء هذه المنطقه، احنا أحيانا بنجهل هذا إن إحنا أبناء منطقة واحدة. لكن نزار قباني أعلن وفاة العرب، فمتى تعلن أنت أيضا وفاة العرب؟ هو نزار قباني أعلن وفاة العرب من باب استفزازهم، وأنا ممكن برضو أعلن وفاتهم من باب استفزازهم يعني، وإن هم يثبتوا لنا إن هم عايشين وإن هم قادرين. أنا لسبب بسيط جدا، انه في النهايه وفي البدايه نحن عرب، لنا تاريخ فرعوني عظيم، لنا تاريخ خاص بنا عظيم، لكن ايضا نحن لنا تاريخ مشترك عظيم، ولا يمكن الخروج منه. حتى لو ما كانش عظيم هو برضو تاريخنا، لا يمكن نتخلى عنه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا فعلا مهم جدا لينا العلاقات العالم العربي. مش مهم ان فلان يروح يشتغل هناك او تبعت نص مليون يشتغلوا في البلد الفلاني ويجيبوا فلوس بتاع. دي مسائل ممكن تحصل من غير العروبة، وفي بعض الدول الاوروبية فيها الاف المصريين بيشتغلوا هناك وبيدخلوا اكتر من اللي بيدخلوهم من البلد الخليج. دي مش دي المشكلة. المشكلة انك انت بامانة شديدة امنك القومي حمايته هذه البلاد. احنا لم نحارب في تاريخنا بدون ان نكون موجودين في العالم العربي. رمسيس الثاني لما جاي حارب راح سوريا حارب فيها، محمد علي حارب في الشام. امن القوم المصري خارج الحدود بالضبط. القوم المصري عند بالضبط، عمره ما كان داخل البلاد. لذلك العالم العربي ده نحن جزء منه وهو جزء منا، ولا يمكن تجزئته. كيف تتعامل بهذا المنطق العروبي في ظل نظام عربي يتعامل مع المصريين بنظام الكفيل؟ ما هو مش بس النظام العربي، من نظام الكفيل ده عدلك ألف حاجة يعني. نظام الكفيل وألف حاجة تانية طبعا، في حاجات كتيرة جدا وسيئات كتيرة جدا، لكن هذا زي ابن خالتك، في كذا بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. هل تعدمه، تقرر العيلة تقعد وتذبحه يعني، ولا بتحاول إصلاح المسألة، ولا بتتمنى إن هو يعود إلى صوابه؟ أنت أنا حلمي إن الأمور تتصلح. الخريطة العربية مش شايفها تمزقت واتسعت على الأرض. شايفة كده طبعا، وشايفة أسوأ مما تبدو بكتير حتى يعني، وشايف قد إيه، واسمع أنا وبعرف على المستوى الشخصي أحيانا إيه اللي بيحصل، وشايف إن المسألة وصلت إلى حالة من التردي أسوأ من عهد ملوك الطوائف.
ولكن انا بحلم بحاجة. هل لدينا غرناطة واحدة لكي تكتب عنها ليلة سقوط غرناطة، ولا اصبح ليلة سقوط الكثير من العاصمة العربية؟ انا لما كتبت ليلة سقوط غرناطة كان المسلسل بيتزع كل 3-4 سنين لان فيه سقوط حاجة، واذكر مرة بعد 7-8 سنين مثلا او حاجة زي كده مش فاكر يعني، اتصل بي احد الصحفيين من لبنان وقال لي انت بتكتب المسلسل ده دلوقتي؟ قلت له انت مش عارف تلفزيون خالص، التلفزيون مش كده، التلفزيون بتكتب وبعدين يتصور وبعدين يتمنتج وبعدين يتزع، ودلوقتي ده بيتزع فازاي انا بكتب؟ فقال لي اصلا في حاجات بتحصل دلوقتي يعني. قلت له دي مش مسؤوليتي، دي مسؤولية الناس اللي سمحوا ان اللي حصل يحصل تاني. لو اصبح ليلة سقوط بغداد وليلة سقوط بيروت لما دي كانت بيروت وليلة سقوط القدس وليلة سقوط القدس، يعني اصبحت غرناطة نسخة كوبي بتوزع على العديد من العواصم العربية. ده لان احنا متعلمش من التجربة، ولان احنا ما بنستفدش منها، ولان احنا مش عايزين نقاومها، ولان ما يرضي نفوسنا ومشاعرنا واهوائنا اقوى مما يرضي عقولنا ومصالحنا الحقيقيه. الضعف العربي سببه ايه؟ الاراده الشعبيه العربيه ولا انظمه حكم؟ لا ولا نظام عالمي جديد يسمح ميراث طويل من هذه السلبيات، مع استخدام ذكي من العالم العربي الغربي سوري اسف، علشان خاطر الفائده تستمر. لاحظ انك انت بتمتلك اعظم ثروه في تاريخ البشريه او اعظم ثروه في العالم الان، النفط. بعد كده البرميل هيوصل ميزانيه بلد و110 عشان الناس اللي ممكن يشوفونا متصورين ان 110 ده رقم يعني، لا ده كان ب5 و4، فمن 4 و5 الى 110، وفي ملايين الاطنان من الـ البترول كل يوم، ففي ثروات هائله. ودفع ثمن الشهداء المصريين في حرب اكتوبر، يعني هو من حرب اكتوبر بدا البترول العربي يرتفع. طيب انا دلوقتي الثقافه فين بقى في المساله دي؟ اذا كان هناك عجز سياسي او عجز انظمه حكم في تجميع شعوب، هل ايضا الثقافه والفن المصري اللي كان ليه موقع الرياده في تجميع الشعوب العربيه، كان هناك الكل يلتف حول ام كلثوم، الكل يلتف حول عبد الحليم، الكل يلتف حول نجيب محفوظ، الكل يلتف حول وحول وحول، الان حول من يلتف العرب؟ أنا رأيي أن المسألة الثقافية دي، مسألة الثقافة هي يعني أهم الموضوعات، لم تكن أهمها على الإطلاق، لأنه حواليها ونتائجها حاجات كثيرة جدا. أولا في تراجع ثقافي في مصر في العالم العربي، قد يكون في العالم بس أنا ما يهمنيش إذا بيحصل في العالم، لأن في تراجع في العالم وأنا أقر بيه. إنما فرنسا روح هتلاقي الثقافة موجودة، روح بريطانيا هتلاقي الثقافة موجودة، هيقولوا لك في تراجع في تراجع، بس انت هتجد بديله، هتجد ثقافة فعلا ما زالت موجودة ايضا. انما احنا عندنا المسائل بتتراجع الى 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 نسند ظهرنا على الحيطة بقى، خلاص ما عادش في تراجع بعد كده. للأسف الشديد لم تدرك الأنظمة العربية انه اهم شيء تمتلكه الثقافة. انا عايز اقول لك حاجة، خلينا نتكلم بصراحة شديدة جدا. تاريخ مصر منذ انتهاء الامبراطورية الفرعونية ده موضوع تاني، يعني ده موضوع انت عارف ان في فجوة ما بين التاريخ الفرعوني والتواريخ بعد كده، هنقول ده فترة لوحدها، مش هنقول طبعا نزل ناس من المريخ عملوا الحضارة الفرعونية ومشوا بتاع، لا بس هنقول دي في فجوة بيننا وبينهم، ونبتدي التاريخ المصري لغاية ما تشاء. هتجد ضعف، دمار اقتصادي، تخلف، كل الحاجات اللي ممكن
تخطر على بالك. ورغم كده لما تيجي تقيم مصر من أي زاوية هتجد أنه بلد مهم له تأثير في العالم. ليه؟ يعني كيف يتأدى أن بلد فيه كل الكوارث دي؟ عنده موقع جغرافي مهم صحيح، بس الموقف الجغرافي مش يعني مش بيعمل الأهمية وحدها، بالعكس ده هو ممكن يكون نجبة بالضبط. إنما مصر لها دور مهم في المنطقة. جاي منين؟ من الثقافة. من الثقافة. أنا أيام أحداث البوسنة والهرسك فابتديت أدور الناس دول إيه وحاجات كده، يعني طبيعي يعني. ففي علماء البوسنة وابتديت أشوف السي في بتاعتهم شكلها إيه، عملوا إيه دول. فتلاقي الراجل عمل كذا وكذا وكذا، ومن ضمن المؤهلات الكبرى أنه كان يراسل علماء الأزهر. دور الثقافة. الرجل اللي بعت جواب لعالم في الأزهر والله أعلم رد عليه ولا ما ردش عليه، بيفخر ويحط ده في السجل بتاعته أن هو راسل عالم من الأزهر. ده دور ثقافي. ده يعني دور مهم جدا، وله حاجة تانية، لأن ده وراه التعليم، وراه الرأي، وراه القوة، وراه الانتماء، وراه حاجات كتيرة جدا. دور مصر الثقافي اتعامل كده. العالم الثالث كله كان دور مصر الثقافي. بالظبط. مش المنطقة العربية فقط يعني. العالم أفريقيا كلها كانت. بالظبط. الرئاسات المصرية. بالظبط. في كذا وكذا وكذا، وكان ما كناش نقدر نحارب على معركة مية نيل، يعني نتكلم على حصة ماء نيل، لكن كان هيبقى. ما هو ده النتائج إن لم يعد هناك هذا الدور الثقافي اللي كان بيمثل حماية وقوة. العالم العربي كله أو وغيره بيسمع أم كلثوم، بيسمع عبد الوهاب، العالم العربي كله بيقرأ طه حسين، بيقرأ العقاد. شوف أنت دلوقتي مجلة الأداب. مجلة الأداب دي أنا بقول لك في يعني أنا في حياتي هي أهم ظاهرة نشر ثقافية على الإطلاق. كانت في فترة الخمسينات والستينات، هي فترة ازدهارها يعني، كان بتوزع زي الصحف اليومية. مفيش حد في العالم العربي إلا بيقراها. أوسط المثقفين، أوسط غير المثقفين بيقروا الأداب وبيتكلموا فيها. قوة كبرى.